ما حدش يقدر ينكر انه نسبة الطلاق بقت مرتفعة جدا في الدول العربية، ولكن في مصر برضو بقت نسبتنا اعلى من البلاد اللي بره اللي ما كانوش اصلا بيتجوزوا. يعني نسبة الطلاق عندنا بقت مخيفة. الموضوع دلوقتي مش زي زمان انه اتنين بيتجوزوا بعد فترة من السنين ومن المحاولة ومن ان هم بيروحوا الناس تحاول تحل ما بينهم عشان ياخدوا قرار الطلاق. دلوقتي بقينا كلمة الطلاق دي بقينا نسمعها انه اتنين متجوزين بقالهم شهرين وفجأة رمى عليها اليمين، او مش عارفة متخانقين مع بعض فمش عارفة بعت لها ايه في التليفون ورمى عليها اليمين، او مش عارفة شافها نزلت من غير ما تقول له او تبعت له مسج انها نازله فرمى عليها اليمين. فكره انه رمي اليمين بقت حاجه سهله قوي كده بقت حاجه مخيفه. الطلاق موجود لاسباب معينه، والاسباب عشان ربنا يخفف علينا ما يبقاش في ثقل في الحياه، بالذات لو اتنين اتجوزوا ولقوا ان هم مش مرتضين بعض. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن التوعيه بمشاكل الطلاق كان في مبادره طلعت او اطلقت من الازهر الشريف، وهي عاشرهن بالمعروف. طبعا احنا نسينا الكلمه دي، عاشرهن بالمعروف. يسعدني يكون منورني في الاستوديو دكتور عطا الصنباطي استاذ الفقه المقارن بكليه الشريعه والقانون بالازهر عشان نتكلم في الموضوع ده. انا قلت حاجه غلط؟ مش احنا النسبه عندنا عاليه قوي، بقينا اكتر حتى من الدول اللي بره، ولا ايه يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بنقول صباح الخير لشعب طبعا مصر كله والمصرنا الغاليه، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نعيش في سعاده ونعيش زي ما ربنا سبحانه وتعالى انه شرع الزواج عشان الناس تبقى سعيده. يعني احنا كلنا بنبحث عن السعاده، والسعاده طبعا لها اليات نقدر نوصل لها. السعاده ما بتجيش بالاوامر او بزرار او بكذا، انما هي السعاده لها اليات عشان نوصل لها. فربنا سبحانه وتعالى لما اباح الرجل الاجنبي للمراه الاجنبيه اصبحوا يعني في العشره بينهم حلال بكلمه، فطبعا مش هيسيبه من غير ما يحط لهم تنظيم عشان الهدف من المشروع ده يتحقق، اللي هو المودة والرحمة والسعادة اللي بنشوفها حتى عند الأوروبيين أو عند غير المسلمين النهاردة. هم قدروا يوصلوا لدي بعقلهم. أيوة. احنا عندنا الشرع عطلنا، يعني وضع علينا السيستم ده، يعني احنا ما شغلناش عقلنا، حتى الشرع مريحنا ومدينا السيستم بالزبط. فاحنا يا بالشرع يا بالعقل نقدر نوصل للمسألة دي، انما اذا عطلنا الشرع وعطلنا العقل فاحنا طبعا في أزمة، ودي اللي يعني احنا بنشوفها في المشاكل اليومية. نسبة الطلاق فعلا عالية فوق 60%، يعني اغلب الأسئلة اللي بتجيلنا اغلبها طلاق تقريبا شبه ساعة، كل ساعة تقريبا حتى في التليفون وانا في البيت. فنسبة الطلاق فعلا عالية، فين وفين على ما بيجينا مسألة في الميراث في المعاملات في كذا، إنما الطلاق هو الأكثر شيوعا، وبالذات حالات الطلاق اللي بيبقى شفهية أو بتبقى غضب أو بتبقى موبايلات أو بتبقى بياخدوا فيها فتاوى كتير، صح؟ ده صحيح، بس هي مش دي المشكلة. احنا عملنا دي المشكلة، لكن للأسف دي مش هي المشكلة، المشكلة أسبابها. لان انا ما اقول له حتى روح حرر او وثق الطلاق هيقول ما عنديش مشكله، طالما هو وصل للمرحله دي او هي وصلت. ده احيانا الزوجه تقول مستحيل اعيش معاه، خلاص انتهى، ومستعدين الاثنين يوثقوه 100 مره مش قضيه. طب يبقى اذا المشكله مش في التوثيق وعدم التوثيق، المشكله ايه اللي وصلهم للمرحله دي؟ مش عارفين يعيشوا مع بعض ليه؟ ما هم بداوا كويس، انتهوا النهاية المأساوية دي ليه؟ الدنيا اتقفلت تماما. فاحنا بنقول ان الشرع وضع آليات عشان نبقى سعداء كلنا ونوصل للهدف. طيب احنا مش يعني بنيجي ساعات ننحي الشرع او ما يعجبناش او نقوم مفسرينه تفسيرات اخرى. لا، بمعنى ايه يا دكتور؟ حضرتك بقى يعني نخش في الموضوع بقى. نخش. هل القرآن الكريم ممكن يكون حكم؟ بلاش اقول قال فلان وقال علان. ممكن القرآن يكفي؟ طب هو القرآن يعني لخص لنا اللقطه دي كلها في كلمه واحده، واحنا بنسمعها يوم كتب الكتاب او يوم عقد القران. المأذون بيقراها لكل اتنين بيتجوزوا.
اللي هي الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. يعني بقول دي نعمة أنعمت بقى عليكم أنتوا الاتنين، كنتوا هتتجننوا لو ما اتجوزتوش، يبقى أنعمت عليكم وجعلتكم حلال لبعض. طب ليه يا رب هتسيبنا كده؟ قال السيستم بتاعكم أهي، أو في كلمة واحدة قبل ما نروح للمودة والرحمة، قال الزواج هقسم الأعمال بينكم أنتوا الاتنين، أنت عليك جزء هي عليها جزء، إذا أنتوا الاتنين مشيتهم والتزامتم. لا خلينا بص يا دكتور بقى نتكلم كلام واقعي ومنطقي. حضرتك بتقول ان اسباب الطلاق 60% دلوقتي الحالات مرتفعه جدا، احنا عايزين 1 2 3 نعرف اسباب الطلاق. ما انا داخل على اسباب. حضرتك بتقول انه في اليات لازم نمشي وراها بالقران، صح؟ ما التزمناش بيها، ما التزمناش بيها، هنوصل للطريق. ما انا داخل عليها اهو، اتفضل. وقلت هي في كلمه واحده، قال لتسكنوا اليها. ايوه يعني الزواج الزوجه مهمتها السكن، عكس السكن الحركة في اللغة العربية. ماشي. نقول الليل سكون النهار حركة، يبقى كأن الزوجة مهمتها سكون، كأن الزوج مهمته الحركة في الحياة والتعب والشقة ويطلع روحه بره. فما بيطلع روحه بره الساعتين اللي مروحهم آخر النهار وعايز إيه من البيت؟ السكون. طب هل السكون ده موجود؟ إذا هي مهمتها السكون، هو مهمته الحركة. هو أحيانا يأثر في شغله، تقول ده ما بيصرفش، وده كان مشكله يعني قريبا امبارح، تقول ما بيصرفش، بخيل، كذا كذا، نقول له مهمتك، ما يقوليش بقى الحياه غاليه ومش غاليه، لو هيستلف حضرتك ده مهمتك. بتاخد امور يعني مثلا ايه زي يعني اللي هو زي الصرف وزي الحاجات دي، انا مش عايزين نتكلم ده، احنا عايزين نتكلم اسباب الطلاق. ما هو انا داخل اهو، مش الخناقات اليوميه، ما الخناقات اليوميه دي كلنا بنتخانق مع بعض يوميا. ما هو السؤال دلوقتي ما لقاش السكن في بيته، هو مروح، ما هو النتيجة هتكون ايه؟ اصل احنا ادرى ولا ربنا اللي ادرى بصنعته؟ ما هي دي اشكالية عندنا احنا دلوقتي، هل نقبل اللقطة دي؟ انا شفتها، انا كنت برا وبسأل واحد اجنبي بقول له انت بتلبس قميص رقم كام؟ بيقول لي ليه؟ بقول له عشان اجيب لك قميص قطن من مصر هدية حلوة كده. قال لي انا معرفش، انا متجوز بقالي 30 سنة عمري ما اشتريت لنفسي قميص. دي حاجة حلوة، بس ده مش سبب ان واحد تاني يطلق مراته علشان ما اشتريتلوش قميص يا دكتور. لا، ما هو عدم الوعي، عدم الوعي دلوقتي حضرتك عامل مشكلة في البيوت. يبقى أول حاجة بقى عدم الوعي. يبقى نتكلم بقى في الحاجات الأساسية. إيه المطلوب منها كزوجة؟ إيه المطلوب منه كزوج؟ ده مش موجود. طيب. مطلوب منك تسكنيه، انما تروح تحركيه كل شويه هيجيه يقول لي انا بروح بتنرفزني، بتعصبني، مش عارف بتعمل، اقول لها يمين تقول شمال، هي نفس الوضع. اذا دخلنا في منطقه عدم الوعي. بعض الناس بيقولوا انه من اسباب الطلاق انه زمان كان في مساحه للراجل والست ان هم يعرفوا بعض، يعرفوا عائلات بعض، فبالتالي بيعرفوا طباع بعض وبيتجوزوا، ولكن اغلب الزيجات دلوقتي علشان طبعا قله الزيجات بتبقى زيجات صالونات او زيجات اللي هو يلا عايزين نتجوزك بسرعه او يلا خلصي جامعه بسرعه عشان تتجوزي، فبالتالي ما بيبقوش عارفين بعض، وبالتالي العائلات ما بيبقوش عارفين بعض فبيحصل الطلاق. هل الكلام ده مظبوط؟ ده سبب من الاسباب، مش كل الاسباب، مش انما السبب الرئيسي من خلال احتكاكي بالقضايا دي غالبا عدم الوعي، عدم الثقافة، ما فيش، لا توجد ثقافة أسرية كاملة. قد يكون معاها دكتوراه ولكن ما فيش، ما عندوش وعي. يعني 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 حضرتك بتقول ان ممكن تبقى معاها دكتوراه ولكن اهلها منهم لا مش هتخرجي او مش هتقابلي او بتعملي، فبالتالي لما بتقابل حد وهم برضو بيقابلوا حد ما هم برضو ما يعرفوش بعض، ما فيش ثقافة ما بينهم وما بين بعض. حضرتك تقصد كده؟ ما هوش فاهم يعني ايه حقوق أسرة، هتعامل مع الأسرة ازاي، وهي هتتعامل مع الزوج ومع الاولاد ازاي، هتدي له حقوقه ازاي، هتريحه ازاي، هتسكنه. الكلمه بتاع القران مش عايز اخرج عنها لان ده هي فيها الحل كله. مش عايزين نبعد عنها كتير. لتسكنه يعني تبقى زي الطبيب النفسي، هو جاي هايج من بره وتعبان، ازاي هتريح له عينيه، هتريح له ودانه، ما تنرفزوش. طب ولو الامر معكوس، لو هي برضو بتشتغل وبتودي العيال المدرسه وبترجع تطبخ مش مطلوب منها، ده كله مش مطلوب منها. لا لو مطلوب دلوقتي في العصر ما في فلوس. انا بتكلم على مشكله اسره. لا احنا بنتكلم على وضع المجتمع دلوقتي، اغلب الستات دلوقتي بتشتغل. ده تطوع منها.
مش تطوع، احنا عارفين ان احنا كلنا بنشتغل ومش تطوع. هقول لي دلوقتي حضرتك الاسره الاسلاميه لما يبقى في رجل ومراته والاثنين بيساعدوا بعض في المصاريف بالاتفاق ما بينهم، خلينا نقول ان هما الاثنين متفقين، متفقين ان هي تشتغل وهو يشتغل علشان يجيبوا فلوس يعملوا بيها اسرتهم. هي دلوقتي كست بتشتغل، بتحضر الاكل وبتغسل وكمان بتخلي بالها من جوزها، طيب فين بقى الزوج؟ الزوج يعمل ايه للست دي اللي شايلاه اللي عامله له كل حاجه؟ انا عايز نرتقي بالانسانيه شويه. هو مش متجوز، احنا نفسنا حد يرتقي بينا. هو مش متجوزها كشغاله، هي وضعها اعلى من كده. بالظبط، هي انسان مع انسان. بالظبط، انا بشوف الاجنبيه بتقابل زوجها على الباب ازاي، بتقابله ازاي لو في ايدها 50 شغلان. الانسانيه اعلى ارقى شويه. ليه بقى؟ عايزين نوصل لدي. ايوه هو ده بقى، ما هي حته لتسكنه، يعني هي بتسكنه، مهمتها الشخص وهو مهمته هي. يعني هو مهمته هي، هي مهمتها هو. احلى ما تقولوش كلمه حضرتك قلتها، هو مهمته هي وهي مهمتها هو. هو مش اللي هو يلا بقى عشان اعمل الاكل للراجل انا مشغوله وبتاع، او يلا بقى ده الراجل هيجي ينكد علينا النهار، وهو كذلك، او ايه بقى ده انا مش عارفه. هما الاثنين لازم يبقوا بيفكروا ازاي يسعدوا بعض. فالاسلام بيرتقي بها هذا الرقي، يقول لها ركزي في الانسان، ما تركزليش في طبق او في مطبخ، او تقول انا اداله صوابع العشرة شمع وبغسل له. لا، هو مش جايب شغاله، ما اي حد يقوم بالعمل ده. انما انا علاقه انسانيه عاليه قوي، انسان مع انسان. ده احنا شفنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توفي على صدر السيده عائشه. طبعا السيده عائشه كان لما يبقى في ازمه او في مشكله، شوف يوم نزول الوحي عليه في اول لقطه وهو ما يعرفش انه رسول، السيده خديجه ما تعرفش انه رسول، هو اسمه محمد زيه زي الشباب اللي في البلد كلها، ويروح يحكي لها القصه، ما راحش لحد اجنبي، وهي هي السكن، هي اللي سكنته وضمته وقالت له ولا تقلقش. يبقى هو جاي من وضع حركه هي تسكنه، ما تقلقش، لتسكنه. اذا طبقنا لتسكنه ونعلقها في البيوت كده اهو، بدل ما الزوجه تقول له كلمه تقوم هيجاه، حتى لو عمل غلط ما تهيجوش، حد تاني يصلح له، او اذا كان هيقبل منها. لان طبيعه الرجل غير طبيعه الست، يعني هي ما تقولش انا زيه مثلا. لا، هو طبيعته، لا الطبيعه مختلفه طبعا، طبيعته الحركه والنرفزه والشقه في خارج البيت الى اخره، فبيرجع البيت زي الطفل عايز اللي يطبطب عليه لتسكن. بعد الطبطبه لو قالت له هات عينك هيديها، انما ما ينفعش بس داخل البيت من وضع حركه وتقول له جرجير ونسيت ونسيت، هيقوم متنرفز. السكن، السكن برضو من الناحيتين، زي ما هي بتستقبله بشكل احسن، هو برضو ما ينفعش طول الوقت يبقى رايح داخل عليها بزعابيب. ما احنا قلنا عكس اللي تسكنه دي هتبقى تبع مين؟ هتبقى تبع مين؟ تبعه هو. ما ينفعش يقول لها اطلعي اشتغلي. ما ينفعش دي، ما ينفعش يقول لها اطلعي تكي بزحمه الحياه اللي بره دي، يعني ده شقه وتعب شديد جدا الراجل حتى. ليه ما ينفعش؟ لا، اذا هي طلعت تطوع منها وشغلانه تليق بيها وبانسانياتها وما نرهقهاش، اهلا وسهلا. لا بس انا بس حضرتك بس ما ناخدش في جمل ثانيه، حضرتك بتقول الناس كونه وهي الست لازم تستقبله، طيب وبرده لو هي قاعده في البيت ما بتشتغلش، هو برضه ما ينفعش يدخل عليها طول الوقت بزعابيب. لا، هو جاي غصب عنه من وضع حركه، هي تبقى يعني طبيب نفسي، يعني مهيئه للقطه دي، يعني انا مهيئ للي جاي عليا من بره ده، بيشتغل مثلا اذا كان بيشتغل في شغلانه شاقه او كذا، طبيعه الشغل بتاعه شاقه اصلا. في العصر الحالي في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، ازاي تاني نرجع قيم الزواج بحيث انه ما يبقاش كلمه الطلاق سهله، لانه هو مش هيطلقها عشان هو جاي من بره بزعابيبه او من الحركه وهي مش ساكنه، لان هي ممكن تبقى متنرفزه، ابنها عمل حاجه، امها عملت حاجه، حصل حاجة. فهو ده مش حل برضو يا دكتور. لا، في العصر الحالي اللي احنا فيه يعني برأي نظره حضرتك بالشباب، البنات اللي لسه متخرجين من الجامعه وهيبتدوا حياتهم، مش ايضا الشباب اللي متخرجين من الجامعه، الاسره اللي لسه بتبتدي 21 سنه، هي بتشتغل وهو بيشتغل، تنصحهم بايه؟ هقول لسيادتك، في احدى البلاد كانت نسبة الطلاق وصلت 70%،
فما عملوش زينا بقى يرجعوها، ده معمول لها عمل سفلي الى اخره والكلام اللي بيحصل ده، ولا محسودين ولا تبص لهم. لا، هم بحثوها من نواحي علم النفس والاطباء وعلماء الدين الى علماء الاجتماع الى اخره، فلقيوا ان السبب عدم الوعي اللي اتكلمنا عنه. هي متخيله ان برومانسيه ان الزواج هو جاي بقى على حصان ابيض وفارس احلامها وهيجيب لها ويفسحها كل يوم الى اخره، وهو متخيل انها زي اللي بيشوفهم في التلفزيون هتفضل طول النهار في اللقطه دي. فما الوعي الكافي بالاسره مش موجود، فما بيتجوزوا بيتفاجئ بحياه تانية غير اللي كانت في انه الزيت. فيها مشاكل عاديه وحياه عاديه بيفتح بيت يعني. فبيحصل صدمه عند الاثنين، هي لا بتلاقي اللي كان هيفسحها كل يوم، وممكن تقول ده عواطل بس حضرتك قلت كلمه صح جدا، احنا البنات بيتم تربيتهم انه لما تكبري وتتجوزي جوزك اللي هيفسحك، لما تكبري وتتجوزي جوزك اللي هيعمل لك، ما هو ده برضه تعتبر تربيه خاطئه. شيء خطأ. نعم. فبداوا يعملوا ايه؟ قالوا ما فيش حد يتجوز عندهم الا بعد ما ياخد دوره لمده 3 شهور عشان ياخد الرخصه، ياخد الرخصه عشان المأذون يبقى معاه شهاده ان هو خد الدوره، فالمأذون يكتب له الكتاب. بقى عنده وعي وفاهم يعني ايه جواز، وما يقابله مشكله هيتعامل معاها ازاي، وما هي تقابلها مشكله تتعامل معاها ازاي. مش من اول مشكله على طول ما فيش فرامل والطلاق يشتغل او خراب البيوت. طب احنا عايزين الرخصه دي يا دكتور، احنا عايزين فعلا الشباب فعلا يذاكروا يا ريت الرخصه. انا مع سيادتك اهو. انت عارفه حضرتك بعد ما طبقوها هناك نسبه الطلاق نزلت من 70 ل 12.5. طب حلو قوي. اللي هي الحالات المنخنقه بقى الميته بقى خالص، اللي واقعه بس خالص. فشوفي من 70 ل 12.5. فاحنا محتاجين نعمل دورات زي دي تثقيفيه توعويه، وسائل الاعلام تقوم بدورها، المدارس الجامعات كلنا مسؤولين عن الاسر. عنوان الحملة عشرهن بالمعروف. اعتقد حضرتك بدات الحوار بان الست هي اللي المفروض تبقى، ان المفروض عشرهن بالمعروف، المفروض نبتدي الحوار الراجل يعمل ايه للست عشان يعشرها بالمعروف. الراجل ده الرسول اخر وصيه له اللي هيحاسبنا عليها يوم القيامه، اتقوا الله في النساء. القران نفسه يعني امر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمراه مش محتاجه كلام، ان القران والسنه غطت المساله دي كويس جدا. وشفنا معامله الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته يعني اكثر من زوجه، ورغم ذلك لم يتلفظ بكلمه الطلاق، رغم وجود المشاكل في البيت النبوي كثيرا. ده كان مشاكل كثيرة جداً. يعني أي إنسان بسرعة لو مكان الرسول كان يستخدم اللفظ ده أو كده، لكن رغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان متماسك، كان يحافظ على المرأة، كان يكرمها، عمره ما ضرب امرأة، عمره ما قال لها لفظ كده ولا كده. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تكفي لنا، سيرة الرسول سيرة أصحابه تكفي لنا. شفت سيدنا أبو بكر إزاي كان بيعامل زوجته، سيدنا عمر أما واحد وهو رئيس للدولة وقاضي بما له من سلطة، والدولة كانت بسيطة، وواحد رايح يشتكي له إن زوجته بترفع صوتها عليه، فالراجل وقف على الباب شوية ومشي، فسيدنا عمر قابله في الصلاة، والبيوت كانت بسيطة وسيدنا عمر كان طويل فكان لمحه، فسيدنا عمر قابله في الصلاة بعدها وقال له أنا شفتك خبطت ومشيت ليه بسرعة؟ قال له ما انا كنت جاي احكي لك مشكله ان زوجتي بترفع صوتها، فلقيت زوجتك رفع صوتها اكتر من زوجتي. وكان متحمل، هو قاضي ورئيس للدوله وهو من هو سيدنا عمر في قوته وكذا. فسيره الرسول سيره اصحابه تكفي لنا لمن يريد ان يعرف كيف عامل الاسلام المرأة. وحضرتك برضو اديتنا مثال ظريف، ده طبعا مش من حق يعني مش من حقنا ان احنا كستات نزعق لجوازنا، ولكن بتحصل غصب عننا بنبقى متعصبين شايلين حاجه بتحصل، ولكن هنا نشوف الاستقبال الزعيق ازاي. يعني هو خلاص اهي الست زعقت، ولكن في العصر الحالي بتلاقي انت كمان بتزعقي مش عارفه ايه، لا احنا نجيب حد من اهلك، لا مش عارفه. يعني بحس يا دكتور انه احنا بقينا واقفين لبعض على الواحده، الست واقفه للراجل والراجل واقف على الست على الواحده، هل الكلام ده مظبوط؟ ده يعني الى حد ما بنسبه كبيره. ولو حضرتك جيت عندنا في الازهر
وحضرت بس المشاكل اللي بتعرض المتعلقة بالطلاق، ولو أنا ذكرت بعضها حضرتك هتتعجبي كثير جدا. يعني إما نفاجأ مثلا واحد يطلق زوجته عشان لا مؤاخذة لسه مخلفين طفل ما بقالوش ست طفلة، هم متجوزين بقالوا سنتين ومهندس مثلا، وطفلة ست شهور، وهو يدخل البيت زي ما حضرتك بتقولي داخل بسعبيبه، فلقى قعدة الطفلة الصغيرة على قصرية، فقال لها لا بلاش ديت، انا جايب لها مش عارف زي سديري كده عشان تتعود على القعده. قالت له لا دي احسن بتمكن. قال لها لا هنا احسن، هنا احسن. وصلت الخناقه، قال لها تبقي كذا لو كذا. قالت له طب هي والله ما هيحصل، وحصل الطلاق عشان قصريه. هل ده وعي؟ هل ده سبب يستدعي؟ وما لهمش الا سنتين. اما لو هم يعني الرحله خدت 10 سنين مع بعض ولا 15 سنه، يعني هيبجوا بعض بعد كده، فده احنا ما بقناش الا سنتين في الخدمه، واخد بال سيادتك؟ مستحملوش عشان قصريه، عشان حاجات. فهو ما عندوش وعي ازاي يتعامل مع الاحداث دي، وهي ما عندهاش وعي ازاي تتعامل مع احنا الموقف. لازم الرخصه يا دكتور. دكتور عطا السنباطي، استاذ الفقه المقارن بكليه الشريعه والقانون بالازهر، نورتني النهارده وبشكر حضرتك جدا على ضيافتك. سعيد جدا، وكل سنه وانتم طيبين وشعب مصر كله. الله يبارك فيك. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع تاني نستكمل بقيه التحوال.